تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لامولاتي. وغادي نمشيو مباشره الاولى فقرتنا شيوات لامولاتي ونتعرفوا على كل الاقتراحات والشيوات اللي غتوجد لنا اليوم. وفاء من اليوسفيه. الو وفاء. الو صباح الخير سناء. صباح النور وفاء. لاباس؟ لاباس الحمد لله. ربي يخليك. انت شخبارك؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا بتواصلك معنا اليوم والمشاركه ديالك. الله يبارك فيك. تفضلي نبداو على بركه الله. شنو اقتراحاتك للمستمعات اليوم؟ بمناسبة عيد الأضحى وجدت لكم عدة حلويات إن شاء الله تعجبكم. أول حاجة غادي نبدا بها صابلي بلي فخوي كونفي. إيه واخا. جوج كيسان زيت. جوج كيسان سكر كلاصي. إيه. ربع ديال الزبدة. خميرة وحدة. الدقيق حسب الخليط. واخا. كنعجنو هاد المقادير كلها. الو. اي تفضلي كنسجلو معاك. كنعجنو هاد المقادير كلها كنديروها في بلاستيكه وكندخلوها للثلاجة مدة نصف ساعة. من بعد فاش كندوز نص ساعة كنخرجوها وكنسرحوها ما بين جوج البلاستيكات. كنقطعوها بمرش مضير. وكندخلوها للفران طيب. من بعد فاش كتخرج كنخليوها حتى كتبرد مزيان. كناخدو كنديرو تقريبا في الوسط ديال كل بسكوي كنديرو تقريبا معلقه ديال الشوكولاط ابيض دايب. كنسرحو غير شويه كنخليو الجناب ديال الصابلي باين. وكنديرو شويه ديال الفواكه معسله خضر وحمر وصفر. ومن بعد كنزوقو باللوز مهرمش. الله يعطيك الصحه. حلوه سهله. غادي ندوز الصابلي بالشوكولاط واللوز. تفضلي. ربع المعالق زيت. ربع ديال الزبده. زلافه صغيره ديال السكر كلاصي. ثلاثه اصفار البيض. وخميره وحده. ودقيق حسب الخليط. كنخلطو ثاني المقادير كلها بطريقه عاديه. من بعد كنديرو كويرات صغار يكونوا متوسطين. كنبسطوها واحد شويه. من بعد كنديرو النص ديال هذاك البسكوي في بياض البيض واللوز مهرمش. كندخلوها للفران. وفاش كطيب وكنخليوها حتى كتبرد هذاك النص الاخر كنديرو في الشوكولاط كحل. وصافي. كاينه غريبه برقائق اللوز. غريبه برقائق اللوز واخا تفضلي. ربع ديال الزبده. ربع ديال السنيده. جوج كيسان زيت. 125 غرام زبيب. تقريبا واحد الحفنه. فاني وحده. قشره ليمونه. جوج خمارات. ربع اصفار بيض. والدقيق حسب الخليط. كنتمنى ما نكونش كنزرب. لا تبارك الله عليك بالعكس انت تعجبي المستمعات اليوم. بارك الله على خاطرهم. تفضلي. مهم كنجمعوا هاد المقادير كلها ما كتكونش قاسحه من طبيعه الحال. كنديروها غريبه متوسطه. الوجه ديالها كندهنوه ببياض البيض وكنديروه في رقائق اللوز. من الاحسن ما نغطسوهاش في بياض البيض حيت تيجي كثير ومن بعد ما كتشققش لينا الغريبه. من الاحسن ندهنوه بصباعنا ونسندوها في رقائق اللوز من الفوق. يعني ندهنوها ببياض البيض وعاد عاد نغطسوها يعني في رقائق اللوز وكتدخليها الفران. وبالصحه والراحه. فعلا الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك. اييه تفضلي. غادي نعطيك غريبه البهله. واخا. ربع الزبدة. ربع الكيسان زيت. ربع الكيسان سنيدة. نعبرو بالعنبة ياك. ايه واخا. قلنا ربع الزبدة. ربع الكيسان زيت. ربع الكيسان سنيدة. ربع ديال الكوك. ربع الخمارات. فاني وحدة. والدقيق حسب الخليط. حتى هي كنعجنوها بطريقة عادية. كنشكلوها غريبات. وفي كل غريبه كنديروا لوزه. صافي
صافي وكندخلو على الفران حتى هي كتجي مفقعه وكتجي غزاله. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بارك الله فيك. غادي نعطيك نزل الوقت. اييه تفضلي. غادي نعطيك مرخمه بالتمر. واخا. فيها ربعه البيضات. جوج كيسان سكر كلاصي. كاس زبده مذوبه. كاس زنجلان محمر. كاس كوك. نص كيلو ديال التمر مقطع رقيق ومن الاحسن نقطعوه بالقطاعه ديال الربيع. كاس لوز مهرمش. جوج ديال الخمارات. لوز اللوز ما مقليش ياك غير مسوح ومهرمش. ومحمر في الفران ومهرمش. يعني مسلوق ياك ومقشر ومحمر في الفران. في الفران واحد شويه ونهرمشو. واخا. جوج خمارات. فاني وحده. وثلاثه الكيسان ديال الدقيق كنعبروا بالعنبه بطبيعه الحال. كنخلطوا كل شيء هذا الشيء مزيان وكناخذوا واحد اللاطه ما تكونش كتلصق كندهنوها بالزيت وكنرشوها بشويه ديال الدقيق وهاد الخليط هذا كنفرغوه في هذيك اللاطه وكنبسطوه كنبسطوه بمعلقه بظهر ديال المعلقه تكون مدهونه شويه بالزيت. ومن بعد كندخلوها للفران. فاش كتخرج كنخليوها واحد تبرد مزيان. كنخويو عليها واحد الكميه ديال الشوكولاط دايب اسود. وكنزينو مازال هي سخونه ما نخليوهاش تبرد نزينو بخطوط من الشوكولاط ابيض. ايه باش عطينا داك الشكل ديال الرخام. ايه ونزينو بالموس ندوزو الخطاط بالموس بحال هكذا باش تعطينا داك الشكل ديال ميساي. ايه واخا. صافي كنخليو الشوكولاط حتى كينشف ومن بعد كنقطعوها على شكل طولي. وكنحطوها في قويعطات. ايه مرخمه بالتمر كتجي سهله ولذيذه في نفس الوقت. ايه عندي حلوه النجينات. ايه تفضلي. نص كيلو ديال الزنجلان محمر. قرعه ديال سماء الزهر. خماره وحده. جوج البيضات. ربعه ديال الزبده. والدقيق حسب الخليط. قلنا نص كيلو ديال الزنجلان محمر. قرعه ديال ماء الزهر. خماره وحده. جوج البيضات. ربعه ديال الزبده والدقيق حسب الخليط. كنعجنوا هاد المقادير مزيان. من بعد دائما كنسرحوا من الاحسن بين جوج البلاستيكات باش ما نضيفوش الدقيق وتقساح لينا العجينه من بعد. الو تفضلي. من بعد كنقطعوها بمارش مضير يكون سامبل ماشي مش نفس من الجناب. وهذوك هذاك الصاب اللي ضيع غادي نبداو ناخذوه ونقرصوه من الجناب بحال نطلعوا شويه العجينه من الجناب الفوق ونقرصوه باش كيعطينا في الاخير شكل نجمه. واخا. مفهومه الطريقه ياك؟ اي مفهوم. صافي كنصفوها في لاطا. نعم تبارك الله عليك. يعني في اقل من 8 ديال الدقائق تقريبا عطيتينا 6 تشكيلات ديال الحلوى هنا بلاطو ديال الحلوى. الله يعطيك الخير تبارك الله عليك وفاء. بارك الله فيك. من بعد كنحطوها في لاطه مدهونه وكندخلوها للفران. فاش كتخرج من الفران بطبيعه الحال وهي سخونه كنطفيوها في العسل. ايه وكنخلوها حتى كتسقطر وكنعمروا هذاك الوسط بالشوكولاط تحل. إيه؟ وكنحطوها في قويعطات. واخا. نزيدك مازال؟ واخا نختموا معاك بشي. شنو مازال عندك؟ مازال عندك في حلويات دائما ياك؟ شنو بغيتي شي حاجه اخرى؟ لا لا كالاختيار غير باش نشوفوا ما نشوفوا يعني شنو باش من تفضلي تفضلي شنو مازال عندك؟ غنعطيك واحد الصابلي سوا كيجي غزال. يلا واخا نختموا. لان حنا على ابواب العيد من الاحسن نقدموا حلويات. لا 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 بالعكس كل واحد له الاختيار غير انا سولتك لربما يعني باش ما نحرجكش اكثر ونقول لك زيدي لنا شي حلوه وانت مازال باغا تعطي شي حاجه اخرى. اه عليك وفاء لا ما كاين حتى مشكل. تفضلي. عندنا صابلي برقائق اللوز حتى هو والشكلاط. ايه ربعه ديال الزبده. كاس صغير زيت. ايه 65 غرام بودره الحليب اي ما يعادل تقريبا شي 3 معالق كبار. جوج اصفار بيض. شويه الملح. ربعه ديال السكر كلاصي. قشره حامضه. وتقريبا نص كيلو ديال الدقيق. ايه نخلطوا كاع هاد المكونات ومن بعد كندخلوها للثلاجه ساعه. فاش كتسالي ساعه كنخرجوها وكنسرحوها
بالمدلك وكندخلوها مع اخرى الثلاجه مده ساعه. ايه عاد من بعد كنقطعوها مستطيلات وكندخلوها للفران. كنوجدوا في واحد الكسرونه جوج معالق ديال المشماش ديال كونفيتور ديال المشماش. ايه مع جوج معالق كبار ديال الجليكوز. واخا الا ما كانش الجليكوز يمكن لينا نعوضو غير بالعسل بوحدو. مهم كندوبو هاد الكونفيتور ديال المشماش مع الجليكوز فوق العافيه حتى كيدوبو مزيان وكيتجانسو. كندهنو بهم بسكوي من الفوق وكنسندوه في رقائق اللوز محمرين وكنزينو بخطوط من الشوكولات نوار. واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك وفاء. ما تخيلش الصراحة بالحلويات ديالك. الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك ومشكورة جدا على كل هاد الحلويات اللي قدمتي لنا اليوم. وأكيد إن شاء الله نبقاو دائما على تواصل باش نزيدوا نفيدوا المستمعات. شكرا. مرحبا في اي وقت. الله يبارك فيك. صباحك مبروك. اذا نتمنى تكونوا سجلتوا كل الحلويات اللي قدمت لنا وفاء من اليوسفيه. واكيد انا كيف ما قلت يعني وفاء الحمد لله يعني المغربيه تمتولات يعني من زمان وضروري على انه في اي مناسبه وفي اي عيد ماشي بالضروره حتى عيد الاضحى ضروري خصنا يعني كل دار اللي يعني توجد حقام الحلوه وباش نستقبلوا يعني الحباب والعائله وباش نفطروا يعني في صباح ديال العيد. فتبارك الله على المغربيات وعلى المغاربه يعني من داخل وخارج المغرب. وتحيتنا الوفاء من اليوسفية مشكورة جدا على هذا البلاطو الحلوة المشكل اللي قدمت